espèce, on va dire, la marque Extra a vu vraiment le jour. Nous avons trois packagings différents, 500 grammes, 500 et 1 kg devant nous. Donc, nous avons aussi le couscous. Nous avons développé cette gamme aussi. Donc, on compte aussi Paris. Avec 1 kg, 5 kg, 10 kg, 27 kg. Donc, ce mot aussi, c'est notre produit phare, on va dire. Voilà, nous n'avons pas que extra, nous avons extra les artisans. Pourquoi? Les potentialités du Canada ou du reste du pays, etc. Mais c'est un marché émergent aussi et c'est très important. سوا كوسكوس ولا بات كاين طريقه التحضير بالعربيه والفرنسيه والانجليزيه وهذه درناها من 2013 يعني باسكو شفنا على بعيد وعلى بالنا باللي الاكسبور يجي اليوم ومجي اكسبليكي تو طالور الالياف اللي فيه هو اكثر بكثير من الـ من الـ من الـ من الـ الكسكس العادي وفيتامين بي اكثر ثاني في الـ في في, في, في على الكسكس العادي يعني اللي يكون يعرف صح اي تو سا لو كسكس او بلي كومبلي اللي تري تري امبورطون ويعني في الخارج يعرفوا له قيمته اي حاجه يعني تلقى البلي البات وبلي كومبلي كسكس وبلي كومبلي بان بلي كومبلي يعني انا نحث الجزائريين انو يجربوه ولو كان مره على بالي بلي يولي منو جاي واللي يدخلوه في الكونسيديراسيون تاعهم في لي زاشا احنا قلت لك شفنا كاينه دوموند في الجزائر ولو كان ماهيش كبيره مي على بالنا احنا اليوم احنا نستبقوا الاحداث هو قلت لك سي تان مارشي ايمرجون من رايح دوك يزيد يزيد يتعلم حنايا ثاني كدورنا كمتعامل اقتصادي لازمنا نوعي المواطن الجزائري بوش يفيدوا للصحه تاعو اكسيتيرا اون فا كومينيكي على اللي بيان في تاع الكسكس هذا وخا طبيعه الحال قلت لك في الخارج هما ديجا يعرفوا له يعني اكثر من لهنا دونك في الخارج عندنا اون دوموند وفي الداخل ثاني لهذا لانه جي اكسبليكي تو تالور بلي ميم لي بات مادام رانا نخدمهم فيهم اون فافيغ اوسي لي بات او بلي كومبلي دونك بوكو بلوز اكسيسيبل كو لاكتويل باسكو يا دي اكتور بو داكتور اوجوردي كي فون لي بات او بلي كومبلي مي كي سون فريمون شير دونك حنايا بدورنا اون فافيغ ان برودوي دو كاليتي افيك ان بري بلوز اكسيسيبل كو لاكتويل عجائي اكسترا هنا هذا مكان فرماج الايطاليان على كل حال ومهما كان عجائي اكسترا هنا هذا مكان انا جو كونسي ا تو لو موند في الجزائر يجوز البلي كومبلي